أخيرة. الوالد الحاج سلمان خيامي، الحادثة الأليمة شو غيرت بزيد خيامي؟ غيرت كتير. أنا ما في لحظة شفته ختيار. تأثرت أكيد طبعا، وكان مظلوم. ليه كان مظلوم؟ لأنه ظلم، ظلم بال 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 الحادثة كانت طبعاً. كانت طبعا لأنه كان إنسان وديع لطيف، وكان رجل بالمعنى الحقيقي. أنا ما شفته يوم عجوز، مشان هيك شعرت واضح قديش في وجع، خاصة بطريقة الوفاة طبعا. وأنا خلقت عندي مناخ جديد. شو هو المناخ يعني اللي غيرته؟ يعني أنا مني مع الخدم بكل ثقافة الخدم. يعني لا يفهموا لأنه الوفاة صارت الخادمة هي يلي وسبب أنه عيط عليها، أنه عيط عليها. ردة فعلها كانت أنه بالوقت اللي كان يعيط لها بالقتل، يعني بالوقت اللي كان يعيط لها يا جدي، يعني هو إلا يا جدي. وثقافة الخدم يعني أنا مني معها، أنك أنت في خصوصية بالبيوت، في خصوصية في بيوت يمكن لازم يكون فيها خدم، الأسباب تستدعي أنه يكون فيها خدم، بس منا مع هذا الثقافة. يعني هذه ثقافة خطأ، ما في داعي أبدا. صاروا عم بيربوا الأولاد، الخدم عم بيربوا الأولاد، صاروا الخدم هن عمال بيديروا شؤون البيت وقضايا البيت وعمال بيعرفوا كل أسراره. بيسوى أنه يكون في خدم بالمطارح اللي لازم يكون، بس مش تكون ثقافة عامة.